قطاع غزة والحرب الدائرة في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح في مأزق سياسي وأزمة داخلية، وبيواجه تهديد بالعزل بعد تصويت الجمهوريين بالنواب الأمريكي على بدء التحقيق معه ومساءلته. السؤال الأهم كمان يا جمانة، هل يدفع ثمن دعمه المطلق لقوات الاحتلال؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي من الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية. دكتورة نهى، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. في البدايه، ايه هي الازمات اللي بيواجهها الرئيس الامريكي جو بايدن في الوقت الحالي؟ خلينا نقول انه الازمات اللي بيواجهها بايدن متعدده الحقيقه. اول ازمه هو الحاله الصحيه اللي بسبب سنه، ودوت بيظهر في الاجتماعات وبيظهر على احيانا على الملأ، وبيكون ليه تاثير مش ايجابي الحقيقه على الداخل الامريكي اللي يحب يشوف دايما رئيسه في شكل كاوبوي، شكل الشباب، واحنا شفنا النموذجين دول في اوباما وترامب. فده اول ازمه بيقابلها. ثاني ازمه بيقابلها الحقيقه انه هو عنده كان ولا زال استقطاب داخلي، يعني لا زال هناك من يلومنا ترامب، واحنا شايفين عارفين ان دوت الحقيقه لا زال موجود رغم انه يعني لم نعتاد على امريكا من الداخل انه يتقال انه في، يعني دايما تتقال على امريكا انها البوتقه واللي جالها المهاجرين واندمج وكده. لاول مره بنشوف استقطاب في المجتمع الامريكي. الاستقطاب ده مش بس على الرئيس، ابتدى يبقى على السياسات كمان. ما غزه يعني ده واضح جدا. المسانده الغير مشروطه لاسرائيل، التوجه الاعلامي والخطاب الاعلامي لبايدن اللي تقريبا كتبه، يعني كان اسرائيل هي اللي بتتكلم مش بايدن. فالحقيقه ده ابتدى يبقى فيه استقطاب في الجانب الامريكي وفي الشعب الامريكي، وينقسم في ناس مع الخطاب دوت، وده طبعا بيبقى حد يعني اللوبي الصهيوني بشكل كبير بيأثر عليه، او اللوبي الصهيوني نفسه اللي هو متجنس امريكيا، واحنا عارفين ان هم مسيطرين تماما على اسواق المال، على الاعلام، على كثير من القنوات. وفي المجتمع المدني الامريكي، وشفنا مظاهرات متعدده، وشفنا الشباب الحقيقه الامريكي غاضب. فدوت الحقيقه ظهر في شكل مظاهرات، في شكل حاجات على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، لانه لاول مره المجتمع الامريكي بيشوف فعلا لايف، ماساه انسانيه بتحدث في غزه، وبيشوف صور الناس اللي بتموت. وامريكا دايما هي يعني الناس بتتصور ان هي الحلم الديمقراطي وحلم حقوق الانسان، فبيشوف الحلم اللي هو بيتصور ان هو يعيش فيه بينهار بسبب مسانده يعني المؤسسات الامريكيه، مؤسسه الرئاسه وبايدن للجانب الاسرائيلي بهذه الفجاجه. الحقيقه بايدن احيانا بيحاول يتراجع لما بيلاقي الضغط شديد، لكن حجم الخساره اللي حصلت وحجم الماساه اكبر من اي تراجع. يمكن دكتور نهى، الحقيقة ده كان إطار سؤالي لحضرتك. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات، وأيا كان من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ففي النهاية هناك توجه معين أو استراتيجية معينة. فسؤال حضرتك، هل هذه التصريحات اللي بتخرج من رئيس جو بايدن، هل هي تصريحات مدروسة أم هي مجرد موقف بيبقى وقتي؟ يعني بنتابع تصريحات مختلفة الحقيقة ومتباينة. شوفي، هي مش بس التصريحات، يعني طبعا التصريحات مهمة، لكن إرسال الأسلحة بهذا الكم، إرسال يعني كأن عندهم إسرائيل شيك على بياض، وده الحقيقه بالنسبه للامريكان كتير اللي هم اكثر تعقلا بيشوفوا ان دوت بيأثر على قضايا رئيسيه كمان في امريكا. يعني مثلا الخطر الاعظم بالنسبه لامريكا هي روسيا، وروسيا الان بتعمل ايه عايزاه في اوكرانيا، والميزانيه الموجوده لمسانده اوكرانيا من قبل امريكا بتنكمش بسبب المسانده الكامله لاسرائيل والميزانيه المقصوده لذلك. ايوه، هم عندهم دولة مؤسسات، هم عندهم اللي بيسموه التشيكس اند بالانسز اللي هو التوازنات، ان الكونجرس بيوازن الرئيس والرئيس بيوازن الكونجرس. لكن خلينا نفتكر انه يعني الضغط اللوبي الصهيوني هناك ضغطه جامد جدا، والاعلام هناك ضغطه جامد جدا، والاثنين دول بيملكهم الـ اليهود.
وكمان هو داخل على انتخابات، بايدن داخل على انتخابات رئاسيه ويطمع في الحصول عليها. رغم الحقيقه الوضع يعني هو حتى وضعه صحيا وضعه اعلاميا مش في احسن حال، لكن حزبه حتى الان لم يقدم مرشح اخر غير بايدن، فبالتالي هو بيحاول ان هو يجمع الاصوات او المساندين. طيب واحنا بنتكلم عن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة وهي الانتخابات، ومن المفترض أن يكون في رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. على أرض الواقع وإحنا بنتكلم عن تصويت الجمهوريين بالنواب الأمريكي على بدء التحقيق ومساءلة بايدن ومن ثم عزله بحسب ما تابعنا وعرفنا، إمكانية التحقيق ده إيه وتأثيره كمان على الانتخابات إيه؟ لا خليني أقول لك إنه أنا مش بشوف إنه حكاية العزل والإمبيتشمنت دي أولاً بتاخد وقت طويل وتحقيقات طويله ومحتاجه تصويتات طويله، يعني دي بنقعد نشرحها للطلبه بتوعنا والتجارب السابقه، يعني تفتكر انه ترامب لم يعزل رغم كل الاتهامات، كلينتون لم يعزل رغم كل الاتهامات، فالحكايه مش بالسهوله دي، يعني للوصول الى عزل رئيس الطريق طويل جدا امريكي للتاكد يعني مرة واحدة حصلت وفي نيكسون استقال قبل، يعني خيروه بين العزل والاستقالة واستقال، فيعني ما يعني بلاش انه يبقى في سقف احلام انه بايدن هيعزل وانه الرئيس اللي هيجي بعده هيتعلم الدرس، لانه حتى اللي بيصوتوا في الكونجرس الامريكي هيبقى عليهم ضغوط جامدة لانه الوضع يستمر طالما انه بيخدم الإسرائيلي يعني. طيب دكتورة نهى سريعا، حالة الخلاف الأمريكي مع إسرائيل يعني مؤخرا واجهت الحقيقة نقطتين هامتين، وهما أولا التوقيت أو الوقت اللي منحته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وأيضا يمكن كان في تسريب يعني لوثيقة استخباراتية إنه 45% بإجمالي 29,000 قذيفة مما أسقطت على قطاع غزة هي قنابل غبية حسب المصطلح اللي كان موجود في هذا التقرير. يعني لأي مدى بالفعل في هناك حالة خلاف، وهل يمكن أن نرى حالة تحدي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال؟ لا، يعني التحليلات كلها بتقول لا، يعني هم دائما هيكونوا مع بعض، المصالح مشتركة مع بعض، فممكن يحصل اختلافات في وجهات النظر، لكن انا مش شايفه انه ده في القريب العاجل، دايما هيبقى في اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه ويعني يتبعهم، وهناك من يقول يقودهم في السياسه في الحته دي بريطانيا، دايما هنشوف المثلث دوت مشترك في التوجه، ممكن انه يبقى في تباعد في بعض النقاط، ممكن يبقى في خلافات شخصيه، لكن المصلحة بتاعة أمريكا والمصلحة بتاعة إسرائيل، وزي ما بايدن عايز أصوات اليهود، كمان نتنياهو عارف إنه يوم ما هتنتهي الحرب ده دي يوم ما هيبتدي يحاسب سياسيا على الفشل الاستخباراتي وعلى الوضع السيء اللي فيه، والانقسام شديد جدا الحقيقة في إسرائيل برضه، يعني مع يعني يمكن الناس ما تستعجب من ده، لكن هناك إسرائيليين كثيرون غاضبون مما يحدث في غزة وشايفين انه ده هيؤدي الى ويلات، لانه فكرة يعني انهاء حماس اللي بيقولوها دي فكرة الحقيقة مضحكة، لانه المقاومة لا تنتهي ابدا والعنف يولد عنف، وعدم وجود حل حتى الان، يعني الاثنين بيستثمروا في الحرب دي لمصالحهم السياسية، نتنياهو وبايدن وصوري. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة نهى بكر أستاذة العلوم السياسية، شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه التحليلات.